رحيم أنس قاريم ممرض وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. وقفتنا اليوم جاءت تلبية لنداء التنسيق النقابي الوطني. التنسيق الوطني الذي جمع 8 نقابات بقطاع الصحة احتجاجا على استخفاف الوزارة واستهتارها بمطالب الأطر الصحية عامة. إشكالية هو أن وزارة الصحة لديها محضر اتفاق موقع بتاريخ 29 جانفي 2023، محاضر اجتماعات موقعة في شهر يناير من طرف النقابات ككل، لكن بعد ذلك نواجه تنكر واضح لوزارة الصحة لهذه الاتفاقات وهذه المحاضر، وبالتالي هل تشوف قدونا الثقة في مدى مسؤولية المسؤولين بوزارة الصحة؟ هل فعلا هناك حوار مسؤول؟ هل فعلا هناك اتفاقات؟ هل فعلا هناك حوارات؟ ومن الصعب أننا نعود نجدد الثقة في مسؤولي الوزارة، خصوصا وأننا بعد مسيرة طويلة من الاجتماعات والاحتجاجات والحوارات كنلقوا بأننا مقصيين من الزيادة العامة في الأجور، مقصيين من الزيادة في تعويض الأخطار المهنية، مقصيين من مجموعة من المطالب التي تم الاتفاق حولها من طرف الوزارة والنقابات. نحن مستمرون في احتجاجنا. التنسيق النقابي الثماني عازم كل العزم على تحقيق المطالب العادلة والمشروعة للأطر الصحية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، خصوصا وأننا مقبلون على تغييرات جذرية بالمنظومة الصحية، لكن مع الأسف المسؤولين الذين تبنوا هذه المقاربة وهذا التغيير هم مسؤولين صراحة عبروا عن فشلهم فشلا ذريعا، والجواب اليوم هو هذا الاحتجاج وهذا الوقفة وهذا الحضور الغفير للأطر الصحية التي حجت من جميع بقاع المغرب، من الجنوب، من الشمال، من الشرق، من الغرب، تجسيدا للنداء، تجسيدا لتلبية لنداء النضال. توريا بطيب عن التنسيق الوطني للنقابات القطاعية بقطاع الصحة. هذا الوقفة جات تجسيدا لواحد البرنامج نضالي دعالو التنسيق النقابي لجميع النقابات اللي كاينة في القطاع الصحي. هذا البرنامج اللي كان بدا بمجموعة ديال الإضرابات ووقفات محلية جهوية إقليمية وجهوية. آخرها كالبارح إضراب واليوم إضراب، ومن نفس الوقت كاين هذا الإنزال الوطني ديال الشغيلة الصحية اللي تتشوفوا الحجم الكبير ديالو اللي تيعبر على مدى تدمر الشغيلة من عدم وفاء الحكومة التزاماتها وتجاهلها الالتزام ديالها معنا كشغيلة صحية. هاد المطالب اللي كانت هي مطالب معقولة وجد مشروعة واللي تم للأسف داس من بعد واحد السلسلة ديال الحوارات والتفاوض اللي أفضل لواحد اتفاق مبدئي محضر عند توقيع محضر مبدئي في أواخر شهر دجنبير اللي فيه تم الاتفاق على أساس أن تتم الإجراء ديال ما تم الاتفاق عليه في أواخر ديسمبر خلال شهر يناير. بالفعل هاد الشيء ما تم وتمت الدعوة ديالنا كنقابات وتمت الإجراء ديال النقاط اللي تم التنزيل كيفيه تنزيل النقاط وكيف النقاش على هذوك النقاط المطلبيه. وصلنا لواحد المحضر اللي هو كان فيه مجموعه النقاط متفق عليها، وكان مع 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 الممثلين ديال وزاره الصحه اللي كانوا للاسف تيتكلموا معنا على اساس انهم تيمثلوا العروض ديال الحكومه لينا. من بعد ما تم الاتفاق كان مجموعه النقاط كان تم الاتفاق عليها، كانوا بعض النقاط الخلاف اللي كانت هي بسيطه كنا تنتظروا فيها رد رئيس الحكومه، للاسف ما رد علينا لا لما هو تم الاتفاق عليه ولا على النقاط الخلافيه الحدود الساعه. هذا الوضع خلق واحد الاستياء وتدمر كبير عند الشغيله الصحيه. لهذا هما اليوم حنا نازلين بهذه القوه الكبيره الوقفه قدام
قدام البرلمان، وتنقولوا للحكومه اننا غنبقاو مستمرين في البرنامج النضالي ديالنا، وغادي نقدروا نصوغوا نقدروا ناخذوا اساليب جديده للاحتجاج. تنتمنوا ان الحكومه تستوعب وتتفاعل مع 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 ما تم الالتزام به معنا. وبالمناسبه تنقدموا الاعتذار ديالنا لجميع المواطنات والمواطنين، لان تنكونوا مرغمين ما عندناش شي من 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 بطريقه باش نعبروا على الاحتجاج ديالنا هي الاضراب. تنحملوا المسؤوليه للحكومه لاننا رغماتنا على اننا نخوضوا اضراب، للاسف كانت هي ما تتستحضرش الجانب الاجتماعي وحاجه المواطنين لاستمرار الخدمات الصحيه. شكرا. مصطفى حسني العضو التنسيق النقابي الممثل للجامعه الوطنيه للصحه اتحاد عام الشعب المغرب. فاحنا اليوم متواجدين امام البرلمان في هذه الوقفه الاحتجاجيه من 8 نقابات، احتجاجا على عدم تنفيذ تفعيل الحكومه للعرض الحكومي الذي قدمته لنا واللي اتفقنا عليه مع وزاره الصحه، وقعنا عليه كنقابات ممثله للقطاع اللي طالبنا بالجهود ديالو، خصوصا بشقي المادي اللي طالبنا من الرفع من القيمه ديال المعارضين 1200 درهم من فئات اخرى، مع اضافه الدرجه لجميع الفئات، والحفاظ على صفه موظف عمومي ومركزه الاجور من الخزانه العامه للدوله. لهذا احنا الحكومه لم تستجب المطالب ديالنا، وسندافع عن المطالب ديالنا المشروعه اللي كنستحقوها نظرا للتضحيات القيمه التي قمت بها الشغيله الصحيه. لهذا احنا سنسطر برنامج نضالي اذا لم تستجب الحكومه لمطالبنا المشروعه في اقرب وقت. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.